لو ده اتقال يبقى عيب على اللي بيقوله. يسرى مستعده تتعاون مع محمد رمضان ومي عمر. اهم كان. حاجه انت وانت بتعرضي عليا تبقي عارفه قيمتي. انا كلمته بعد ثالث يوم من نعمل افوكادو وهنيته وهنيت مها سليم وهنيت مي وهنيتهم كلهم. حقيقي عامل مجهود حلو، ومحمد سامي ذكي جدا في اختياره للمواضيع وللاشياء، بمعنى هو بيعرف الناس نفسها ايه، فعنده هذا الذكاء اي بني ادم يحب يشتغل معاه. ورغم الاشاده الكبيره دي من يسرى في حق المخرج محمد سامي، الا انها لحد النهارده ما اجتمعتش معاه في اي عمل فني، رغم ان كل حد فيهم بيقدم كل سنه اعمال مختلفه، وشفناهم مؤخرا مع بعض في عرض فيلم هاشق حبيبي. وطبعا هو دايما بيقول لي انه انت نجمه مصر. لو المشروع كان لمحمد سامي وقد ايه انت بتقدري كمخرج، بس كان لرمضان او مي عمر ممكن يسرى تكوني في هيك مشروع؟ على حسب انا هكون فين. بصي حبيبتي، ده مشروع مقللنيش، ده مشروع كبرني. صح. وكبر مكانتي، سواء عند زمايلي، سواء عند الجيل الجديد، سواء عند السينما وهي جايبه اعلى ايرادات، سواء عند شغلي انا اللي انا عمري ما عملته قبل كده في شيء، وانا عمري ما عملت الدور ده، دور جديد. في كل الاحوال انا ما اقدرش النهارده اجي حد يقول لي تعالي اعملي مش عارفه ايه، لا انا مش هاجي كده، انا هاجي وابقى فاهمه انا جايه ليه. بس ما عم مشكل يكون مشروع اهم كان. حاجه انت وانت بتعرضي عليا تبقي عارفه قيمتي. طبعا اكيد. وحطاني صح. امال السواعدي مات في حرب اكتوبر يا روح امك. ويمكن عشان كده يسرى ما شاركتش السنه دي في الموسم الرمضاني 2024. بدي اقول لك انه مطرحك فاضي كان في رمضان، وانت صرحتي وقلتي انه هي استراحه محارب، قدمتي مواسم كبيره، كيف شايفه رمضان 2024؟ بصي في شغل حلو، في شغل حلو. إيه؟ ما عملتش تركيز في كل حاجه، لكن شفت جزء من الحشاشين وعجبني قوي، وكريم عبد العزيز عجبني جدا مع انه دور مختلف جدا عن التوقع اللي انت بتشوفي فيه كريم، فكريم ممثل كبير ومهم. انا بشوف ان كريم في حته والدنيا في حته. بيتر ميمي عامل شغل رائع، اللبس والتصوير والسفر والانتاج كل حاجه في حته. عندك اشغال شقه كانت كوميدي وكانت نبهه خفيف وكانت حلوه وكانت مظبوطه وكانت حقيقيه، فبتضحكي من قلبك. عندك جودر كمان كان حلو قوي بتاع ياسر جلال. حدوته لازم تخلص الليله دي، يعني لازم تخلص الليله دي. بدي اسالك يسرى على الشباب الجديد، يعني مسلسلات بسيطه زي اعلى نسبه مشاهده لسلمى ابو ضيف. عجبني جدا سلمى ابو ضيف، يعني الحقيقه خضتني، لان سلمى ابتدت معايا في لدينا اقوال اخرى، وكانت فعلا البنت بتترعب وهي بتعمل شغل معايا، لكن هنا لقيتها مفاجاه ساره، وكانت مفاجاه حلوه قوي. وياريت بقى تكبس برضو بنت استاذ احمد زاهر. ليلى عامله اللي هي الدور مع سلمى اللي هي اختها ليلى. ليلى رائعه. كل الناس، انتصار عملت ثلاث ادوار مختلفه في رمضان ده وكانت عظيمه، فيعني انت بتفرحي لما يبقى في فن حلو. انا سمعت اسمي تأمروني بحاجه. ومع نجاح جيل الشباب في الدراما المصريه وتقديم اعمال بتحقق جماهيريه كبيره، ده اشعل المقارنه مع باقي الاجيال. الحكى كتير يسرى عن انه الجيل الجديد تفوق على الجيل القديم. مفيش صراحه حد بيجي بدل حد، عاوزه بس مفيش حد بيجي زي حد ولا حد بيجي هو بدل تواصل حد. بالعكس انتوا اسستوا دي تواصل، ولو ده اتقال يبقى عيب اللي بيتكلم فيه، يبقى he has a very short وجهه نظر، يعني وجهه نظره تبقى على قده، على قد فكره. دينا الشربيني اللي عملت نجاح كبير السنه دي بمسلسل كامل العدد الموسم الثاني، اكدت على كلام يسرى، خصوصا انها اجتمعت مؤخرا هي وامينه خليل مع يسرى في فيلم شقه. على فكره انا افتخر ان انا ابقى واقفه او محطوطه في افيش مع يسرى. انت بتتكلمي على تاريخ. صح. لا لا لا، الكلام ده ما اعرفش مين اللي قاله واعترض عليه. هو تماما هو حكوا على رمضان لانه مسلسلك مسلسل سلمى كلكم نجحتوا كتير، فصار انه دراما خلص الجيل القديم. لا انا ارفض الكلام ده ويضايقني اصلا. لا ما ينفعش حد يقول كده. ايه يا جماعه دول تاريخ.